السلام عليكم أينما كنتم متابعي برنامج كورة، مشاهدي قناة الفرات، مستمعيها عبر الأف أم. هذه تحيتي علي سالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مباشرة نبدأها من أهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني كاتانيش. نشاهد ماذا قال ولا نعود. المنتخب الوطني سيشهد تغييرات كبيرة في المرحلة المقبلة، ولدينا برنامج مكثف للتأهل إلى كأس العالم، ونحن بحاجة إلى برنامج تطوير للاعبين بشكل كامل من حيث الالتزام والانضباط. وبخصوص ما تحقق في أمم آسيا، هذا هو حال كرة القدم، فهي تقبل الفوز والخسارة، ونحن تعرضنا لضغوطات كبيرة من الإعلام والاتحاد أثناء أمم آسيا، وكنا بحاجة إلى الحظ والتوفيق. ولجنة المنتخبات تتحدث عن معطيات المرحلة الماضية وماذا تحقق في تلك المرحلة، على لسان رئيس لجنة المنتخبات الأستاذ فالح موسى. نتابع. يعني انتم طرحتوا علي بالنسبه للكوادر التدريبيه اللي يعملون، هو عنده قناعه بكل العاملين؟ نعم عنده ملاحظات، عندنا ايضا احنا كملاحظات على بعض الاشخاص اللي عاملين مع الكادر التدريبي، الكادر الطبي، الكادر الاداري، لكن ما ترتقي على انه احنا ممكن انه نستغني عن احد من هؤلاء الكادر التدريبي. وتعرف انه اليوم قناعه المدرب بالكادر اللي يعمل معاه مهمه جدا، متى ما كانت ملاحظات مؤثره بعمل اي شخص موجود ضمن الكادر التدريبي او الكادر الاداري او الطبي تؤثر على مسيره المنتخب للمستقبل، بالتاكيد الاتحاد يتعامل معها بشكل ايجابي. لا من غير المعقول انه تعتبر هذا انجاز، وانما نقول احنا ما تحقق فنيا يعني جيد. ليش جيد؟ انا ذكرتها في مكان اخر، قلت اكو معطيات، مو تبرير ولا انه انت اليوم انت فرحان بما تحقق وخرجت من دور ال 16، بقدر ما انه اليوم اكو معطيات يجب انه تقيم على ضوء هاي المعطيات. عندما يكون منتخبك عالميا 89 ويصير 80 هذا شيء جيد، عندما يكون منتخبك خارج العشر الاوائل في اسيا ويصير داخل العشر الاوائل هذا جيد، عندما يقيم منتخبك بالتصنيف الاسيوي فنيا هو ثالث منتخب بعد قطر وبعد اليابان، وتتجاوز منتخبات ايران وتتجاوز منتخبات كوريا ومنتخبات السعوديه، اعتقد انه هذا ايضا جانب فني جيد. لذلك انا اقول اكو جوانب فنيه يجب ان نعززها، الجوانب السلبيه موجوده اليوم، لا انكر لا اني ولا اي واحد ولا حتى المدرب، جوانب سلبيه موجوده يجب انه نتجاوزها، واحنا مشخصيها راح نقدمها للاتحاد، وما نستطيع انه نقدمها كاتحاد كلجنه منتخبات كفنيين لخدمه المنتخب الوطني ما راح نقصر بهم. عضو لجنة المنتخبات الكابتن خلف كريم ينتقد بعض الإعلاميين والصحفيين الحاضرين في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخبنا الوطني بسبب طرح بعض الأسئلة. نتابع. كثير من الأخوة الأسئلة تنتقد، يعني يمكن أكو كثير من الأسئلة هي تكررت، يعني كذا سؤال مثلا من هالمجامع يمكن 4-5 أسئلة كانت بمستوى المؤتمر هذا الصحفي، البقية لا هي تكررات ومجرد أنه أنا أقول لا. اليوم كإعلام تدخل بهيج مؤتمر صحفي أنت عارف شو تريد تسأل حتى نطلع بنتيجة، أنت وجودكم هنا شنو وجودكم؟ وجودكم لأنه حتى نريد نبطي صورة للمدرب وللعالم الآخر أنه إحنا ناس مهنيين وبطرحنا للأمور. تقول لي شاهدت هذا اليوم؟ أقول لك للأسف ما شاء الله، ولا حد يزعل من عندي يعني أحد. لا هو التطابق ما يصير لأنه هناك وجهات نظر مختلفة حقيقة، لأنه العدد كثير، يعني أن تكون عدد لجنة المنتخبات مثلا 16 أو 17 هذا العدد مبالغ به، ولهذا يمكن تدري لو تكون مثلا العدد أقل وجهات النظر تكون قريبة، خاصة أنت تختار ناس أفكارهم قريبة. قلت لك قيم لي from the scale من 10 المنتخب الدوري العراقي ايش قد تعطي؟ قلت له أعطيه 5. هذا دورينا، يعني الدوري شو يبرزك؟ يبرزك لاعبين جيدين، احنا دورينا مو زين وهذا واقع حال. زين لما دورينا مو زين يعني ايش راح نتوقع راح يكون عندنا منتخب زين؟ ولهذا عندنا راح تصير طفرات. في درب العاصمه بغداد القوة الجويه يواجه الطلبه في الجوله 18 استعدادات الصقور، نتابعها مع الزميل احمد العطواني. ف
فأكيد مباراتنا أمام الطلبة راح تكون مباراة أيضا ليس بالسهلة، لكن ثقتنا كبيرة بلاعبينا وكادرنا التدريبي، إن شاء الله راح نحقق نتيجة إيجابية كي نزحف نحو الصدارة إن شاء الله. طبعا الاستعدادات مثالية، اللاعبين بعتهم جاهزين لهذه المباراة. مباراة الطلبة تعتبر مباراة مهمة بالنسبة لفريق القوة الجوية. الحمد لله وشكر حققنا 3 نقاط مهمة مع فريق النفط، فريق النفط من الفرق الكبيرة، إن شاء الله احنا عازمين على تحقيق النقاط 3 أمام الطلبة. تحضيرات مميزة لمباراة الطلبة حتى نكون قريبين من الصدارة، وإن شاء الله نعود جمهور لأنه هذه 3 نقاط مهمة إن شاء الله. عندنا بعض الغيابات لمباراة النفط، بس الحمد لله وشكر البركة الموجودين، قدم مباراة تليق باسم الفريق وباسم الجمهور، وأنا أشكر الجماعة على هذا حضورهم، وإن شاء الله مباراة الطلبة مباراة تكملة المسيرة، ويا رب نسعد جميع الجماهير إن شاء الله. لاعب المنتخب الوطني والقوة الجوية علي حصني في تصريح لبرنامج كورة، عودتي ستكون قريبا، نتابع. الحمد لله والشكر، اليوم أول وحدة تدريبية يعني بعد العلاج اللي استمر تقريبا 17 يوم لا 18 يوم، الحمد لله والشكر أكو تحسن إن شاء الله، يعني بس بقى تمرين مع مدرب اللياقة البدنية، وإن شاء الله في المباراة القادمة أكون موجود إن شاء الله. هي حال كرة القدم مثل ما قلت أنت، حظ يعني ما جاي حالفنا الحظ يعني بأكثر من بطولة، الحمد لله وشكرا على كل حال. الإصابة تحدث مع أي لاعب كرة القدم، وقاعد نشوفها مع لاعبين عالميين يعني جارث بيل، ملوكا مودريتش، يعني دائما تصير هاي الإصابات، بس أحب إنه أقول إن الإصابة اللي صارت مو نفس الرجل، يعني الرجل الثانية قضاء وقدر صار، الحمد لله وشكرا على كل حال، إن شاء الله الفترة اللي تجي يعني نكون أقوى وأفضل إن شاء الله بإذن الله. والله بعد أنا اليوم قلت لك بدي أتباشر مع مدرب اللياقة البدنية، شوف 6 أيام إلى 5 أيام إن شاء الله أكون جاهز. إدارة الميناء تهدد بتعليق نشاطات النادي في حال استمرار الأزمة المالية، نتابع. أزمة نادي الميناء أزمة مستمرة، يعني تراكمات ثقيلة على النادي، هي تعرف اليوم أنت عصب الحياة هي المادي. احنا مطلوبين من السنة السابقة ما يقارب 3.5 مليار، يعني تراكمات ثقيلة. يعني شوف اليوم انت نادي الميناء، احنا جينا فقط الرمي، يعني صعوبة جاي من الناحية المالية جاي نعاني، والدليل على ذلك احنا صار لهم شهرين ما مستلمين رواتبهم اللاعبين، مو فرق فقط كرة القدم، طغت على جميع الألعاب مال النادي. الأزمة المالية مستمرة، وإذا أصبحت الأزمة المالية مستمرة احتمال نعلق النادي، لأن من الوزير، وزير النقل والشركة غير متعاونة وغير جدية لحل مشاكل نادي الميناء. بالنسبة اليوم الكابتن هادي أحمد يعتبر رمز من رموز النادي والعراق، رفضنا الهيئة الإدارية استقالة الكابتن هادي أحمد، ولكن الكابتن هادي أحمد جاي يعاني ضغوطات كثيرة داخل الشركة وغير جدية وغير احترام داخل الشركة. إذا أسلفت أنا، إذا فقدت الوضع على ما هو، الميناء إلى خبر كارثي. لاعب المنتخب الوطني علي عدنان يشارك في تدريبات نادي أمانة بغداد قبل سفره إلى إيطاليا، نتابع. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، نبدأ محور كرة مع ضيوف الأعزاء الصحفي الرياضي سامي عيسى، مرحبا بك ومشتاقي لك. أكثر تحياتي لك أستاذ علي والكابتن غانم عريبي، حياكم الله قناة كابتن غانم عريبي وبرنامج كرة، حياكم الله اثنيناتكم. الله يسلمك. الله وبالتأكيد سلمك. نبدأ من المؤتمر الصحفي كابتن، يعني لا جديد، أولا هو متأخر والبعض ذهب إلى أنه مؤتمر شكلي بناء على ما طرح فيه، والكل متهم بخروج المنتخب عدا اتحاد الكرة. طبعا بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك أخ علي وبالبرنامج الحلو واللطيف وبالأخ سامي عيسى. شوف هو يعني أنا أعتقد هم متقصدين إنه كلمة المدة الطول يعني شوية الضغط يروح عليهم، يعني أعرف إنه الضغط طبعا إذا مسوين مؤتمر صحفي وراء المباراة أو وراء خروجنا من البطولة، أعتقد تصير به مشاكل وتصير به يعني كلام غير رياضي اصلا، بس يعني الحقيقه يعني اصبحت خبره عندهم، خبره يعني موجوده
انه يحاولون تتموع الشغله او يمكن سووا لجان استقصائيه يعني كانت لجان تحقيقيه صارت زين بما انه صارت عندهم خبره فقط في التعامل مع الازمه لو خبره في تطوير الكره العراقيه خبره بامتصاص الازمه يعني بس يعني هي تدري هاي احنا مو اول اخفاقه يعني تحسبها من 2003 لحد الان كل اخفاقه شفت انه فد يوم ورا مباشره او ورا يوم يومين ثلاثه اسبوع ما يخالف يسوون مؤتمر صحفي ويسوون اسباب سلبيات اللي صارت بالبطوله هسه مثل الاخ فالح يقول اكو سلبيات انت غير تبرز السلبيات تعلنها بال يعني بال نقول بال بالاعلام حتى نعرف احنا السلبيات اللي يعني بالكم موجوده هي الحقيقيه لو ما موجوده او الايجابيات شنو الايجابيات اللي عندكم اي يقول اكو سلبيات واكو ايجابيات هو اي عمل بيه سلبيات وبيه ايجابيات بس انت شنو حاول تقضي على السلبيات بالمرحله بس احنا مع الاسف احنا ما بدنا نتعامل ويا السلبيات مجرد مثل ما قلت لك اني لجان تحقيقيه لجان تقصي اخصائيه وهاي نبقى احنا على الـ على الـ على طار اللجان راح اتحدث بها وياك كثيرا لكن اسئلك انت حاضر اليوم بالمؤتمر الصحفي فعلا كان فقط شكلي ولظهور اتحاد الكره على ما حد يحكي علينا والله احنا سوينا مؤتمر صحفي لو كان بمضامين فعلا حقيقيه انا يعني دائما اضرب مثل اسهل الفكره على المشاهد كان في أحد الأصدقاء ابن رسب فمن سأل ابنك طلع بعدين تطلع النتيجة راح أسبوع له ابنك طلع شهادة إن شاء الله أسبوع له تجي يا ابنك برا شهر يا ابنك طلع رسب بثلاثة برد من ها برد من بردة السالف ذكاء برد الموضوع نفس الشيء اتحاد الكرة تأخر المؤتمر الصحفي كسبوا الوقت كان في غليان كان في ثوره كان في ازعاج بالنسبه للشارع ثوره من منو وغليان من منو الشعب شعب يقول لك ما طلعوا مظاهرات اعداد لا يعني مو يعني مظاهره يعني غليان من النتائج كان في غليان لكن بما تاخر الوقت بردت الموضوع تعب بالعراق دائما يبرد الموضوع ورا اسبوع ورا اسبوعين اجى يعني هو كان يوم يعني متاخر المؤتمر الصحفي لكن ان ياتي خيرا من لا ياتي ان ياتي متاخرا خيرا من لا ياتي مثل الباب يعني طيب هذا رقم واحد شنو اللي خرج به المؤتمر الصحفي وانت حاضر؟ منو سبب هذه الاخفاق؟ وين المشكله؟ وين المعالجات استاذ سامي؟ شوف استاذ علي في العام 1993 تصفيات مونديال امريكا 94 بوات الاخيره العراق واليابان كان السيناريو في تلك الفترة معدل أن يصعدون السعودية كرة جنوبية مسؤول عن كلامي فعلا صعدوا كوريا والسعودية لكن جعفر عمران غير كل المعدل بالدقيقة 92 سجل هدف ما قدر يلحقون يعطون جزاء اليابان شاهد كلامي من انتهاء البطولة جعفر عمران صديقي طبعا تحياته بالزعفرانية يعني صديق طفولة وعلى لسانه هو طبعا عندي ربط كوريا دزوا على جعفر عمران وراح هو والاستاذ الاعلامي الكبير مؤيد البدري في الان في لندن ان شاء الله الصحه والعافيه الله يعطيهم الصحه مع الاسف ناسي وراح ويا عمود مترجم كرموا كوريا الجنوبيه تكريم كوريا الجنوبيه جعفر عمران طبيعي لان هو اللي صعدهم سجل في مباراه اليابان وطبعا سياره كوريلا $5,000 طبعا كوريلا انسرقت فيما بعد هنا قريب عليكم في المسبح على التاريخ الطوسة فينا من ذهب مطلية بالذهب خاف ودحشي ودحشي لي قال لي خفت وين وديها الطها العدي هدي خاف هاي طبعا التاريخ وين تريد توصل بها أنا قلت بنصل بعدين اليابان كرموه راح اليابان هم كرموه طيب كوريا صعدهم كرموه طبيعية ليش اليابان يكرموه هو خسرهم هذا سؤالي ليش لأنه اليابان قالوا له طبعا خلوه في طوكيو في مكان سنتر شلون باب الشرجي هو دحشلي وقعدت ميز جابوا لي اوتوغراف للجمهور الياباني اللي انا بكيتهم واللي انا طلعتهم ايش قالوا له؟ قالوا له انت انطيتنا درس انت طلعتنا سووا مؤتمر عام جمعوا به الكفاءات والخبراء والكشافين والدكاتره واللاعبين القدامى سووا مؤتمر خرجوا بتوصيات اسباب عدم تاهلنا الى مونديال 94 وشنو الحلول
ايش طلعوا؟ هاي الناس تخطط، وهاي الناس تحب بلدانها، وهاي الناس تمتلك الرؤية الفيجن للمستقبل، البرنامج والاستراتيج. عندي دليل. ايش قالوا؟ قالوا احنا بالنسبة لليابان خسرنا بطاقة 94 في الدقيقة الأخيرة. جعفر أمران من الآن فصاعدا من مونديال 98 قرروا الاتحاد الياباني لكرة القدم انه بطاقة مونديال آسيا يابان تحسمها في مباراة ما قبل الأخيرة. ولو ترجع لليابان من 98 مونديال فرنسا 98 إلى مونديال روسيا 2018 20 سنة دائما اليابان تحسم بطاقة مباراة ما قبل الأخيرة. ليش؟ لأنه خسروا بطاقة بالدقيقة، لأنه أعطوا فرصة للحظ اللي ميت مرة كل 1000 عام، مثل ما احنا وصلنا 86 مونديال مرة كل 1000 عام، مثل ما فزنا بأمم آسيا 2007 مرة كل 1000 عام. مسوع عن كلامي. اللي حصل ما نطلع بعيد، هو كله هذا، شوف كله من ضمن برنامج استراتيجي والتخطيط. رحت لليابان وما نطلع بعيد، وصلت لليابان طبعا. انا عندي المشكله وين بكرتنا؟ المشكله احنا عندنا مشاكل، في مشاكل تقدم، في مشاكل، مشاكل اداريه، مشاكل فنيه، مشاكل ماليه، لا في خبراء، لا في كفاءات، لا في ناس تخطط، لا في ناس عندها رؤيه. يعني العراق ما بي خبراء لو احنا ما ممكنين الخبراء، واكو فرق بالجمله. احنا نمتلك العقول، نمتلك الاسماء، نمتلك الشخصيات، لكن ما نقربهم. احنا نشوف العراق مع الاسف اقولها اني بلد طارد للكفاءات. طيب مو اني بهذه النقطه، فعلا احنا نمتلك هذه العقول والكفاءات والكل يتفق، لكن شنو المغزى انه ما اقرب الكفاءات والعقول ونجومنا السابقين بعيدين عن تطوير كره القدم؟ احنا المشكله الله علي، احنا المشكله ندعم يعني نحارب الفاشل اللي نحارب الناجح وندعم الفاشل. اي مشكلتنا احنا يعني هاي ثقافه مجتمع، ثقافه شنو احنا باي 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 مكان تلقى انه شوف هسه بكل المناصب الموجوده، يعني اكو واحد ماخذ استحقاقه، يعني مهندس زراعي ودوه للتصنيع العسكري، يعني اكو هواي اكو هواي 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 يعني امثال تضرب انه ماكو شخص جاء بالمكان يعني بشهادته او بخبرته يروح على الشغله اللي يحبها واللي يرغب فيها. شلون يجون اذا ماكو مكان يستقبلهم؟ انت اليوم بعيد عن كره القدم، انت احد الاسباب. لو انت ما لقيت مكان يحتضنك بكره يعني القدم حتى تعمل، ما في استقطاب، ما في استقطاب يا اخي. انا من 2003 احاول ادخل بالهيئه الاداريه بالهيئه العامه للاتحاد، ما يخلوني للهيئة العامة فقط، بس الهيئة العامة ما أريد أدخل بالهيئة الإدارية. لا لا لا، بس بالهيئة العامة من 2003 ما تجيني فرصة، يعني رحت حتى مرتين نادي الأمانة، يعني وين أروح؟ يعني استقابل أروح مثل يعني الخبراء الموجودين بالأولمبية، أروح على التنس، أروح أرشح على التنس، لو أرشح على الطائرة، لو أرشح وين؟ غير أروح على نادي الأمانة. طبعا نادي الأمانة ما يطون قبل اسبوع يخربطون البرنامج كله ويطول غير واحد. شنو يعني السبب؟ ما اعرف والله الاسباب، ما اعرف خالي، يعني انا والله لو اعرف شنو معناها، اريد اعرف يعني شنو معناها. يعني ما يريدون انت وغيرك كثيرين، يعني ما يريدون اسماء بالاتحاد، خلاص هاي موجوده. بس هاي هي عامه، هي عامه، مو انت من تدخل بالهيئه العامه تقدر تنافسهم على الكرسي مالتهم اللي على هو المنصب. على المنصب تقدر تسوي، يعني انت من تدخل بالهيئه العامه تقدر تحاسبهم، تقدر تروح تناقشهم، تجتمع وياهم، او تسوي تدخل بتكتل تدخل وياهم. هسه مثل الاخ شرار، يعني ليش استقال؟ ليش ما قدر يصلح؟ يعني مثل ما نقول هو وبادي وهم وبادي. هسه اكتشف الكابتن شرار حيدر، هسه اللي اكتشف هاي السنوات كلها، اربع سنين حاول، حسب ما اعتقد هو، انا ما شايفه، يعني حاول ما قدر، بس هسه بالبدايه راضي يحاول، ما ايضا ما قدر. ف يعني شوف انت، احنا هسه شوف اليابان دا يريدون هسه اليابان ينافسون على اللي شلون ياخذون الوسام الذهبي بالاولمبياد زين طوكيو، يعني شلون يدرسون 2020 يمكن بطوكيو اولمبياد، يفكرون شلون يحصلون على الميداليه الذهبيه، ويفكرون ايضا شلون ب 2022
شلون يوصلون المربع الذهبي بكأس العالم. يعني احنا 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 اخي علي احنا ما عندنا دراسه لمده شهر لقدام شهر. وهاي ترى مو يعني اخ سامي يمكن يعرفها وما يعرفها، ترى هاي مو جديده علينا. يعني احنا من قبل ترى كل شيء اللي موجود هسه بالمنتخبات الوطنيه موجوده قبل، بس قبل كنت ما تقدر تحكي. يعني انا اقول لك هم يعيبون، اكو هواي يعيبون على نادي القوة الجوية، راحوا بالطيارة نيوشن العسكرية. صحيح. احنا كنا نروح بها، احنا منتخب وطني كنا نروح بها، عندنا معسكر بيغوسلافيا رحنا، نظل حوالي ليلتين متكاملة الونة بإذنك، انت نايم الونة بإذنك، لان طيارة عسكرية وست ساعات بالجو ما تقدر. فمو جديدة علينا. احنا الان في 2019 ومو بس هاي اخ علي بابا، المعسكرات التدريبية ايضا شيخ فهد، امير فيصل، ابو القطر، كلهم نفس الشيء، هم ببلاش وعيشت ورحم الله والديك، وهاي نفس الشيء. يعني ما تغير هاي السنوات، ما تغير كلها. عندنا شيء سلام علي، احنا ليش بنستفاد من تجارب الاخرين؟ مثلا المانيا في بوندي، انا احب الاحصائيات، تبي أن أرشيفي. ألمانيا في مونديال فرنسا 98 ودعوا البطولة من دور الثمانية، خسروا خسارة مذلة أمام كرواتيا 0-3، رجعوا لألمانيا، جمعوا الخبراء والكفاءات وأصحاب الخبرة والرؤية والدكاترة، جمعوا سووا مؤتمر، قالوا لنا شنو أسباب الخسارة وشنو الحلول، شلقوا طبعا هذا بنافع عن كبير، بس خلصنا بنقطتين اللي يهمنا حتى ما دوخ المشاهد. شلقوا هذا الشغل، هاي الناس اللي تفكر وهاي الناس اللي تلقي الحلول لمشاكلها، مو بس احنا نحكي ومشاكل. شلقوا في مونديال 98 لقوا معدل اعمار اللاعبين مال المانيا 29.5، رقم واحد. رقم اثنين لقوا انه منتخب المانيا في 98 لاعب واحد فقط متدرج صحيح، اقصد متدرج صحيح يعني متدرب 16 سنه من عمر 6 12 سنه، من عمر 6 الى عمر 18 لاعب واحد فقط. ايش قالوا؟ طبعا طلعوا بتوصيات وخرجوا بتوصيات وخرجوا بحلول، طلعوا بمنهاج، طلعوا بتوصيه. شنو التوصيه؟ انه لازم يفوزون بمونديال 2018. شو فازوا به؟ 2014 فنعد بيها. شلون التوصيات اللي خرجتوا بها انتوا اليوم؟ انا اقول لك شنو التوصيات. التوصيات شنو؟ من فازوا مونديال 2014 الارجنتين 1-0 كوتس، لقوا انه كان لاعب واحد بالدرج اصبحوا سبعه. هذا الشغل، هذا العمل. يلا شنو 29.5 في مونديال 98، معدل اعمار اللاعبين في مونديال 24 سنه. طيب اليوم طيب هذا شلون؟ نفس الشيء، هم اجتمعتوا كصحفيين وخبراء ورياضيين، شنو اللي سويتوه؟ شنو اللي خرجتوا به اليوم؟ اليوم ما خرجنا بأي شيء، كل اليوم اللي خرجنا به مجرد كلام، رمي باتهامات على الآخرين. المدرب يعني مدرب مسكين بصراحة، مسكين يعني. ليش؟ أنا أقولك ليش، جونا مو صحي، مو نقي، جونا مسموم، ما بي أكسجين، كله دخان وحقيد وكراهية، وهو بداية خطية. أنا بوع عليه ضايج، هو منزعج، جو العام مبتسم بالمؤتمر الصحفي، يحكي ومبتسم، بس هو بداخله ضايل، ما مرتاح. المشاكل اللي صارت للتحتفيه، الجو العام ما مريح صدق علي. ليش باقي مسموم؟ اذا الجو مسموم والبيئه ما مساعده للعمل، ليش باقي وهو مدرب محترف؟ اذا درب، انا اقول لك انا ادرب العراق، اسم العراق اسم في اسيا، له ثقله ولا حجبه ولا قيمته. لكن احنا عملنا، احنا اليوم اللي طلعنا به، انا سالته طبعا بالمناسبه، انا ما افتخر، والفيديو موجود. انا سالت سؤال، هو بعد المؤتمر اخذت صوره للذكرى ويا يعني سيلفي. هو قال لي، هو ما يعرف اسمي، قال لي مستر، قال لي يو هاف جود كويستشنز، هاي الله شاهد علي ومتجههم جيد. انا اي حق لك يا هسه، انا سالت سؤالين لي كل من ايمان يفكر ايش راح اساله هذا الانسان، مو انا، هذا الانسان اللي يريد يحج المدرب على وطنه بلده وشعبه كره قدم مالته، اللي كله من ايماني تفكر تسال المدرب. سالته ايش سالته؟ وحتى مترجم قال لي، هذا رجل البقور، قال لي استاذ، قال لي ترى سؤاله، قال لي يا كتنش، قال لي ذا اسمه كود كويستشن. سؤال اول شنو؟ قلت له انت قلت بالمؤتمر الصحفي الاول، بريس كونفرنس الاول اللي سواه، قلت له انت قلت صرحت انه بطوله اسيا 2019 الامارات حتكون محطه لتصفيات مونديال قطر 2022. زين سؤالي،
انت من قلت هذا التصريح انت اما تبعد الضغط عن اللاعبين والجهاز الفني او انت في قرارات نفسك بس ما ترجمها صح. ما ترجم صح، انتبهت لي ما ترجم صح. انت في قرار ما ترجم ما ترجم السؤال الثاني ما ترجمه صح. شلون قال سؤالك حلو هو المترجم ما مترجمه صح؟ الثاني ما ترجمه. طين السؤال الحلو هو السؤال. انا اقول لك شنو انا اقول لك. قلت لي اما انت من قلت احنا بنوصل او محطه يعني بنوصل، اما انت تجي تبعد الضغط عن اللاعبين على الجهاز الفني وهذا حلو انت محترف بروفيشنال، اما انه انت يا كاتانيش في قرارات نفسك في عقلك في قلبك في ضميرك مقتنع مقتنع انه هؤلاء اللاعبين هاي النوعين من اللاعبين هذا المنتخب هاي النوعين عندنا الكواليتي هاي عندنا جوده النوعين عندنا جوده غير رديئه ما توصلنا للنهائيات فعلا هو هذا اللي كان في دور في عقله لكن هو تهرب من السؤال لكن من كمان قال لي سؤالك جود كويستشن يعني حريد وتهرب من السؤال لكن جاوب بس الثاني ما جاوب لي ما ترجع السؤال الثاني شنو كان السؤال الثاني قلت له طلع الشيطان قلت له ها قلت له قلت له شنو رايك كيف تقييمك عفوا سعد ما كاتبه ما سمعت قلت له السؤال الثاني سكند كويستشن قلت له تقييمك هذا مهم كلش قلت له تقييمك لثقافه الثقافه الاحترافيه للاعب العراقي جسم ايش قال لي قال ايش احكي لك ما مشكله ما ترجم خطيه هذا مسكين رجل وقور احترمه انا كلش ما ترجم ترجمه حرفيه الحمد لله شويه زين بالانجليزي الله يرحم عليه ما ترجمها صح ايش قال خطيه هاي ايش احكي لك شلون قال بس احكي لي قال انا شو بدي مش وقت ينامون شو شيء لبسون يعني مو مراقب عليهم مو محترم بس عاد علي كاتانش مقتنع شوف باوع مقتنع انه هاي النوعيه من اللاعبين ثقافه لاعبين احترافيه ثقافه ناقصه هاي النوعيه كواليتي ما توصلنا هو مقتنع بس ما يقدر يقولها احنا عارفين بقدرات لاعبين هاي ادواته خالي مبينه انه اللاعب العراقي ما مثقف ما مثقف ايه؟ ما مثقف ايه؟ يعني انا مره مجرب عليه اللي دار اللاعب العراقي استاذ سامي انا مروا عليه لاعبين وايه يعني بعد في دبها عقليه احترافيه يعني يعني انت لاعب محترف متوقع عقد اكثر من 300,000 دولار ما تقرا العقد طب انا جيت بالامانه وانا وقعت يعني وقعت اغلب اللاعبين ما يقرا العقد ما يقرا شنو تفاصيل العقد رسمي بس وقع المهم بس المبلغ ايش قد انا اتفقت وياك ان 250 الف دولار انتهى تعال وقع على 250 اذا انت غير تقرا بنود العقد غير تعرف العقد شنو اكو شنو الشروط شنو الشروط اكو 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 حاطين يعني فقرات بالعقد اصلا حتى اذا تروح تشتكي بالفيفا يعاقبوه للنادي يعاقبوه من ضمنها من اذا مستواه الفني يتراجع من حق الهيئه الاداريه تخصم 25% او من ضمنها شنو هو من ضمنها انه اذا تجيب اول ثاني ثالث متفق وياك اذا جايب اول ثاني ثالث ما اخصم عندك 25 اذا تجيب رابع خامس سادس انا اخصم من عندك 25 يعني خلص العقد مالته خلص العقد يعني سوى مو جديده على هذا كاتانيتش انه يقول انه لاعب العراقي مو مثقف من السماء للقاع يعني انا اقول لك طيب انت كان لك وجهه نظر بالمدرب قبل البطوله وياي هنا وهسه انت شاهدت البطوله شنو رايك بالمدرب انا اسال سؤال بس اسال سؤال شوف اذا انت مدرب طبعا انا اشتغلت بالتدريب يعني من 94 لحد ما يمكن الى 2012 13 من كنت في الامانه اخر موسم لي وعندي شهاده اي بال 2000 يعني مو هسه الاي اللي هسه ماخذها انا اريد اسال يعني انت عندك مباراه ويا شنو الفرق بين الاي قبل والاي هسه؟ الاي كانت صعبه كلش صعبه مو اللي جاي واحد مو اللي جاي اخذ اول وحده واخر وحده ورا 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 من ال 2000 الى يمكن حوالي 2006 يلا صارت دوره اي هسه 5.25 سبيش 5.25 لاي لا مو هيك لا مو يعني اكو مدربين اكو مدربين بس هي يعني مع الاسف صارت يعني يا اهل يجي طول وهي هاي جانت تحمل تبعاتها استاذ علي احنا مدربين يعني اكثر من اللاعب يعني انا اقول لك شغله اخوي علي انه شوف مدرب ما تجي فرصه بالفوز له بالتعادل له بالخساره له يعني ثلاثه هو صاعد عند احكي لك لعبه ايران يعني اذا عندك ثلاث حظوظ انت ليش تلعب على حظ اللي الحظ الاقل حظا هو التعادل ليش لعبت انا ليش ما لعبت ثلاث مهاجمين وحتى لو خسران
بس هو انا اعتقد يعني انا خبرتي يعني هو لعبها لنفسه المباراه لعبها لنفسه شلون يتعادل ويا 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 المركز الاول بالاسيا هو ايران شلون يتعادل بيه يعني لعبها يعني كانما احنا فايزين على ايران بالتعادل بس احنا ما احنا اذا تجي لل يعني المباراه كانت نقطه التحول كانت تروح تلعب غير فريق تروح حتى ما نعود واحدة من أسباب خروج منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي اليوم انذكر وسائل الإعلام يعني أنت وآني وغيرنا هو 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 شنو قصده بس اسمح لي هو شنو قصده وسائل الإعلام الضغوط اللي صارت على اللاعبين وعلى عليه علي هو كمدرب شنو, شنو نوع الضغوط اللي أنت مراقب شنو نوع الضغوط مش أنا أحب الأرشيف أحب أنطي أدلة مونديال 82 إيطاليا إسبانيا زين إيطاليا تأهلت إلى الدور الثاني تذكرون ثلاث تعادلات سعدتهم مو كان الكاميرون بهدف واحد عين عافية إيطاليا 3-3 كاميرون 2-2 فرق هدف فرق هدف إنزو بيرزوت كان مدرب إيطاليا تجربته على الصحافة سوى جاب الصحافة الإيطالية طبعا مشهورة الصحافة الإيطالية قاسية جدا صحيح جاب الصحافة الجرائد الإيطالية وزعها على الغرف قام يقرون شافوا الصحافة الإيطالية قاسية جرحت بيهم بعد مين فاز بكأس العالم إيطاليا فازت من سؤلوا بعدين قالوا له شلون فزت قالوا فزت عن طريق الصحافة لأن الصحافة كانت تنتقد بشدة أداء اللاعبين حثتهم حفزتهم فزنا بكأس العالم وإحنا هنا تحكي لك حكاية ما تخلص يو تتهدد يو تدز لك عشاير لو محكمة لو بالتليفون شين هي أمي تهددت في اليوم ها بسبب تصريح أي تهددت أنا شيء أول مرة أقولها أنا هددوك أي والله مرتين تهددت أنا بالتليفون لو جوك بالتليفون لا بالتليفون شنو نوع التهديد اللي يقولوا لك يا مثلا رسالة لا تحكي رسالة لو باتصال لا تنتقد لا اتصال 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 لا تنتقد لا تحكي لا تنتقد منه اي يعني عبر رياضة الان بس انا ما عندي الحمد لله انا شوف يعرفون يعني ونجيك للزعفرانية وتنزل بيتكم شوف يعني باوع آه. اي يعني بس يعني يلا الحمد لله انا شاهد كلامي شنو بس الاعلام كان ايجابي في بطولة اسيا لا مو هسه قبل لا خلينا نتحدث هسه هو رموا الكره بملعب الاعلام بالمؤتمر اليوم بتحمل الاعلام كل برامجنا ووسائلنا وصحفنا كانت ايجابيه وداعمه هذا غلط غلط هذا غلط طبعا غلط لان احنا شوف احنا بالعراق احنا عاطفيين ومجاملين عندي فيديو موجود بالصفحه مالتي قناه النجباء وموجود طلعت قبل البطوله سالني زميلك وزميلي حبيب رحيم تحياتي والله والفيديو موجود عندي قبل البطوله قلت له يدرب العراق مورينيو وكلوب وغوارديولا وفينجر وفيرغسون من اصل مربع ذهبي وانا مسوع على كلامي وفعلا ودعني الدور 16 دز علي مره ثانيه طلع على الفيديو قال لي شنو انت سحار عندك فنجان قلت لا انا اشرب قهوه بس ما فقره شو اسمه ما عنده عندي طيب هذا واحد من الاسباب عنده معطيات هي مبينه عنده معطيات الاسباب الاخرى يعني كاتنيتش اليوم اذا اردنا نناقش حديثه سهر اللاعبين والتغذيه بس هاي العفو مهم كلش كيف احنا ننافس ايران وننافس قطر وننافس اليابان وننافس الامارات وننافس استراليا والسعوديه هم عادين اربع سنوات واحنا عادين باربعه اشهر كيف يعني ما في عداله الهيه ما في عدالة هم يعدون أربع سنوات وينافسون على أمم آسيا وإحنا نعد أربعة أشهر وإذا ننافس ليش قلت لك كاتن إيش مسكين يعني وين السبب السبب إنه السبب إنه تأخر التعاطف مع كاتن إيش كاتن إيش شوف رجعنا للنقطة الأولى ها كاتن هو طبعا أسألك سؤال الفرق تأهلت اللي مربع الذهبي ما أمم آسيا حتى يعني دور الثمانية أي منتخب عدوا مدرب قادم أربعة أشهر وصل أها يعني هاي المشكلة سبع سنين ابو ايران ابو قطر سانشيز 12 سنه اقل مدرب 5 سنوات بس احنا 4 اشهر طيب هي اساس اساس تسميه التخطر. المدربين ما اتحدث عن كاتانيتش عن باقي منتخباتنا عندنا معايير لتسميه المدرب لمنتخباتنا بالفئات العمريه شلون جاي تراقب فاني انا برايي اي واحد اي مدرب اخذ فرصه مي مفروض من الاتحاد ما يعطوه فرصه ما ينطوه فرصه ثانيه ما يعطوه فرصه لان ما معقوله يعني صارت هي المنتخبات هذا منتخب فلان أولمبي منتخب فلان المنتخب الشباب منتخب فلان يعني قامت تقول بالأسماء يعني مو منتخب شباب العراق منتخب فلان للعراق منتخب فلان للعراق
ما يصير هذا. زين شنو هسه مو طلعت اسماء للمنتخبات وتوقفوا عن تسميتها؟ هسه هم يعني حسب ما اعرف انا والله بعيد يعني حسب ما اعرف انه لان خابر الاخ حسن كمال اقول له هسه سويته يقول لي والله بعد المشكله دايره بين الاخ علي هادي والاخ عماد محمد. يعني ها مرشحين لمنتخب الناشئين. منتخب الناشئين هو من وراء ما يسمون لا منتخب الشباب ولا منتخب من وراء منه؟ من وراء منتخب الناشئين. من وراء منتخب الناشئين يعني بسبب هذا الصراع بين علي هادي نص من الاتحاد ماعدين عماد ونص من الاتحاد ماعدين كابتن علي، فما تعرف هسه وشنو المعايير؟ هو انا هنا اسالك شنو مواعيد؟ شنو المعايير؟ هي هديه جاي انطيك اياها لو اكو معيار للمدربين اختار من خلالهم احد. مو احنا نقولها يا اخي، هسه اي واحد يعني اكو مدربين هوايه يعني هوايه من ضمنهم انه ما تجيهم فرصه بعد، ما تجيهم فرصه، مستحيل. يعني مستحيل انت ليش احنا ليش نشل؟ انا رحت منتخب شباب وفشلت بيه، انا مدرب وفشلت انا والكادر مالتي. يجي انعاد نفت الاخ؟ او منتخب اولمبي ها؟ ايش تقصد؟ اقصد يعني هوايكم مدربين ظلوا انعادوا، يعني كم مدربين انا اتذكر بهم قبل منتخب ناشئين ولحد لحد ورا السقوط هم منتخب الناشئين ولحد 2007 و2008 هم منتخب ناشئين. كانه ما طابوا باسمه طابوا مالتهم يعني ما اعتقد انه ماكو اي معايير. شنو المعايير؟ يابا خلوا معايير خلوا. وثانيا انت من تاخذ مدرب من الدوري، انا اشوف اللاعب المدرب اللي ياخذ يروح يدرب دوري يعني يصير مدرب نادي ما يفكر بعد منتخب وطني. ما يدرب. انا رايح مدرب منتخب، انت تريد تروح تدرب منتخب وطني اطلع من النادي انطي فرصه لغيرك. يعني تدري 20 نادي و20 مدرب وهم 300 مدرب، يعني المن يطي الاتحاد هم يعني ما تعرف شلون يتعاملون. يعني انت بس انت اذا عندك معايير، يعني انا اقول اللي يتعاقد ويا نادي ما يصير بعد يروح يدرب منتخب وطني، يعني خلي حتى تجي له فرصه اكثر من المدرب. زين بس اشوف هذا الاستطلاع قبل ان اعود لكم، استطلاع خاص بالمؤتمر الصحفي من صحفينا واعلامينا ولا نعود؟ يعني المؤتمر اجمالا تاخر وكانت هنالك اسئله معلقه كثيره متاخره سواء من الاعلام الرياضي او من الشارع الرياضي. الرجل في هذه المكاشفة اللي اعتبرها صريحة وشفافة أجاب عن بعض القضايا أو بعض المسائل بصراحة ووضوح وتطرق إلى التفاصيل ربما أكثر من التفاصيل، لكن هنالك أيضا مسائل معلقة كنا نبحث عن الإجابة منها ما يتعلق بمستقبل الطاقم المساعد للمدرب كاتانيتش وأيضا طبيعة العلاقة بينه وبين الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل يعني الوصول إلى اتفاق حول البرنامج المقبل لاتحاد كرة القدم العراقي. لهذا أنا يعني وجدت بعض الإجابات ولكن كانت هنالك أسئلة حائرة بالمقابل. كاتن الشرادة أن يوصل رسالة بأن هناك ضغوط مورست على اللاعبين من خلال وجود بعض وسائل الإعلام في فندق إقامة وفد بما يعني جعل موضوع التركيز صعبا بالنسبة إليهم. اعتقد ان هذا هو جزء وليس الجزء الاساسي. اعتقد اليوم كاتانيتش كان موفقا في جزئيات وفي جزئيات اخرى لم يكن موفقا، رمى الكره في ملعب الاتحاد وفي ملعب الاعلام. الاعلام العراقي كان داعما منذ بدايه البطوله وحتى نهايه البطوله وحتى بعد خساره مباراه امام قطر، الكثير من الاعلام العراقي والشارع الرياضي وقف مع المنتخب العراقي، لكن للاسف الشديد كاتانيتش تهرب كثيرا وعلل ذلك بانه هذه ثقافه اللاعبين. شكرا لجميع المتحدثين، ويعني اسالكم اثنينكم بنفس السؤال ربما يكون هو قاسم مشترك للطرفين باعتبار الكابتن لاعب دولي والصحفي مراقب. مساله الضغوط، كثير ما نتحدث عن ضغوط واللاعبين تحت الضغط راح يلعبون، ونقارن ضغوط قبل عن ضغوط الان، شنو اللي جاي يصير كابتن؟ والله انا اشوف انا بالنسبه يعني اذا اكو ضغوط على مثل ما يقولون اللاعبين فهي نسبه شو اقول لك يعني 10% ماكو من ضغوط قبل. اها 10% واذا ماكو شنو الفرق؟ فرق انه 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 اللاعب بالعكس هسه متحرر الى درجه يعني يريد يلعب ما يريد يلعب ما عنده مشكله. بس المشكلة شنو المشكلة أنت؟ المشكلة أنت أنا هسه قلت لك يمكن قبل شوية العقوبة صارت بالباص قبل؟ إيه شلون؟
يعني قاموا يخلون مراقب علي سالم كم طوبة جت بالمباراة؟ 20 كرة للاستلام، كم باص خطأ؟ 10 10 جلدات، 10 جلدات، 10 جلدات. شلون يلعب اللاعب؟ هو هسه انا احكي لك هذا الضغوط، انا الضغوط هسه تصير قبل، وهسه نحكي عن ضغوط شنو؟ هسه الضغوط اللي تصير ضغط مثل قلت لك التواصل الاجتماعي، هذا التواصل الاجتماعي والاعلام. منو اقوى؟ منو اقوى بالنسبه يعني للضغوط؟ قبل لو هسه اكو حاله صارت يعني لاعب ما لعب ورجع اخذ جوازه ورجع البطوله ثالث بطوله بالعالم، يعني بطوله كاس القارات يعني ثالث بطولة تعتبر بالعالم بعد كأس العالم أو أوروبا. شنو يعني هو لعنده محترف، غير محترف بروفيشنال بلاير، غير يعني شخص خارج العراق. كاتنج من يعطيك راحة يوم، يعطيك راحة يوم، غير محترف مدرب محترف يعطيك راحة يوم، تروح البحر تتأمل، تسمع موسيقى هادئة، تنعزل بغرفة مالتك، تقرأ كتاب، تسمع موسيقى، تقرأ قرآن، تمد تباوع حتى تستعد نفسياً وبات، مو تروح للبين قوسين. هو محترف. حلوة هاي مال بين قوسين. إيه هاي واحدة. اثنين. حددها أساساً. مو حدا ما ثبتت يعني ما ثبتت لحد الآن. ما شفنا فيديوهات فما أقدر. أشوف بعيني. يعني جزء ما صايرة. المتهم بريء حتى تتمدد. محمد قاصد نفى هذا الموضوع. إيه هو إذا ماكو فيديو إذا ماكو. بس أنا قصدي إنه يعني قال على الضغوطات. في تصفيات شنو؟ أنا أقول في تصفيات مونديال 86 مكسيك وكان موجود كابتن سيذكرها. 5-5-85 وباتنا مع قطر الفاصلة حولوها قطر تعرف الفلوس وهذه العلاقات كان توفيق السويدي قطر رئيس الاتحاد ودوها وين؟ كلكتة بالهند وهي غريبة جدا يعني نيوشنال جراوند يعني محايد ملعب محايد ودوها قطر هي مو محايدة ساد سامي مو محايدة هي احنا لعبنا بقطر خسرنا لا بس ملعبنا 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 احنا ملعبنا لا لا يعني نلعب مثل لو ها لا خسرنا 3-0 مصر ايه؟ مفتاح خسرنا خسرنا ويا قطر بس ملعبهم بس ملعبنا احنا الكويت كان احنا لعب لو الكويت لو مسقط لا ما لو ليش صارت بالهند ما فهمت ما حد يعرفها لا هو هذا اللي جاي يحكي هو هاي سياسه ودول الكلكتة صار شو شات كلامي ودول الكلكتة كان اكرم سلمان عبد القادر زين تحياتي لهم الكبار شات كلامي والضغوطات كلكتة لازم عندنا خيال الفوز ولعبنا نقص 5 لاعبين بوقت حسين سعيد ما لعب عدنان درجال ما لعب ذول يعني المؤثرين والله ما في واحد في قطر ليش يعني كنا نملك النوعيه الكواليتي كنا نملك لاعبين حاسمين لاعبين عندهم الثقه والرغبه لاعبين مرعبين شرسين طلبنا قطر قطر صعد هسه ما عندنا لاعبين احنا على ها شوف احنا النوعيه فرق بالنوعيه الان جوده اللاعبين الموجودين الان مو محترمين وحبابين ولدنا واحنا اخواننا انا احكي كلعب ما لي علاقه فنيا مستواهم الفني يختلف مستواهم الفني لا يؤهلهم لا اللي خطف بطاقة لكأس العالم ولا اللي خطف موقع في 4 ذهبي مو آسيا خلينا نكون واقعين منطقيين كل اللي حكوا قبل جبت على الإعلام شاهدت أنا الإعلام مالنا تصريحات وفيسبوك والسوشيال ميديا وقنوات وحضرتك كل القنوات كلهم كانوا يقولون نصعد نتأهل برب يمكن مثلا قلت من أصل تحملت المسؤولية تاريخية وانت قدرت مو يمك هو لازم ينسبها الروحة حد لا انت هم طلعت عمي هواي قالوا ما نوصل وفقا للمعطيات لا عندنا مدرب جديد المعطيات الموجودة نفكر بها مو احنا مو احنا مو عاطفين يعني انا طلعت العفو اخسامي انا طلعت ويا اخ حيدر تتذكره من يمكن هناك بدبي طلعت يعني قال لي احنا وين كنا وتجيت كنا السلبي جيت قلبتها والعالم هي هاي الحقيقه لكن لا كان في وقت لا انا مو انا من احكي يعني مو احكي مشجع يعني انا مشجع عدة عاطفه يعني يحب انا كنا نحب بلدنا وانا قلتها يعني مو شريف اللي يتمنى بلده يخسر او المنتخب العراقي يخسر ما حقيقه فاقول له قلت له من طبيت على البرنامج جيت متاخر قلت له ترى احنا قال لي توين احنا وين كنا نحكي انت وين تحكي وطلعوني انا مو عراقي وطلعوني من غير مله فما عندي مشكله احنا شوف انا اقول لك يا استاذ سامي اسمح لي انه احنا بكاس العالم رحنا قبل 40 يوم من البطوله كان عندنا مدرب ابرستو برازيل يعني هذا انا اعتقد يمكن احسن مدرب بالكره العراقيه مر على الكره العراقيه ما مستحيل يجي واحد مثله زين واعتقد انه لو جاي غير يعني جاي غير مدرب لو باقي الستاف نفسه اللي هو ايدو وجوجبيرا وانتونيس ولانسيتا بقى وياه
كان مشكلة صارت يعني أقل شيء نخسر كل مباراة 3-4 يعني نحمد من الله أنه ليش؟ شوف هو محترف، هو تدري لاعب بريال مدريد بالخمسينات والستينات، لاعب برشلونة ريال، فهو يعني شوف جوي. أنا أتذكر يعني ليلة هاي الأربعين اليوم أتذكرها، يعني جوي الإخوان الصحفيين القدامى يعني وليد طبرة دولي كلهم القدامى، فيصل صالح، سقبان الربيعي، كلهم جوي، كلهم جليل موسى، جوي تعبانين، تدري المكسيك بآخر يعني تعبانين إلى درجة بس يريدون فراش وينامون. جوي للفندق شافهم قالوا ما تطبوا للفندق، معود بس الليلة وتوسلون بي بس الليلة زين، قالوا ما تباتوا بالفندق، ما تباتوا وما خلاهم يباتوا بالفندق. اها طيب احنا علي احنا 40 يوم شايف الامر واللواء والهذا المال العسكر اكثر من هذا بثمانية ونص بالتسعة يجي على كتفنا جو معسكر ضبط، جو ما نطلع بعد من الغرفه. وخلى تدري هو لغة المكسيكيه والمشابه يعني، خلى مخابرات كلها بالفندق، بس واحد يفتح الباب يعرف هذا فتح الباب. زين اليوم شكل، لا اليوم شكل كتنش ذكرني يوم كابتن يوم شكي من الإعلام العراقي، قال إحنا هناك في البطولة مخبوصين مباريات، الإعلام العراقي يفترض دائما دايرنا هذا اللقاء وهذا التصريح، قال شتت أفكار اللاعبين. منو اللي تغير من الجهاز الفني الإداري الطبي؟ منو اللي تغير هسه؟ إيه ما غيره، بقى نفس المساعدين نفس بس الأوراق البدنية سردار محمد طلع، أيه. وحتى كنت طلع ابنه أوسكار هم طلع وطلع الطبيب، إيه ما بس هاي بناء على هذا التصريح. سمعوني التصريح، يعني اكثر من الصراحه اللي تجي تقول للمدرب ترى هذا اللاعب ما قادر يلعب اكثر من 20 دقيقه في نهايه المباراه، كلمه نهايه المباراه لها معنى دكتور، يعني اللاعب نعم غير جاهز، الاتحاد يدري جيد والمدرب يدري ومن قطر يعني اخذت الاستتار واستعانيت براي اخر اخصائيين اثنين، واحد للعمود الفقري والاخ للطب الرياضي، اثنين هم مشهورين جدا ويعملون في السبتار، انت تعرف السبتار صحيح دكتور رنين. اعتقد يعني الحديث واضح استاذ علي، احنا مشكلتنا بالعراق ما نعمل باحترافيه، احنا كلها مجامله وخطيه وخاطر فلان يلا مشي وعبر، هذا حالنا. شوف التسمة ميسي، ميسي لما يتعرض الى اصابه من يجي يلعب شي يقول يعني البيان مالت نادي برشلونه صرحها، سمح الطبيب لميسي بيلعب الكره او يعود للفريق، الطبيب مدرب ما له علاقه بفالفيردي، احنا في تداخل. هسه الطبيب يقول لك انا بلغت، هي شوف من عكس لعبه ولا من عكس العالم. شوف استاذ علي، بس برايك يعني هسه خروج طبيب المنتخب بسبب هذا التصريح يعني تعاقب؟ اي ربما لانه احنا شوف استاذ علي، احنا بالعراق في عندنا مفاهيم خاطئه بالرياضه، مثلا كل العالم متحضر يهتم بالفئات العمريه اكثر من الكبار، واحنا بالعكس مو صحيح، قول لي ايه قول لي صح، كل العالم متحضر يهتم بالمدرب اكثر من اللاعب، واحنا بالعكس مو، عقود اللاعب اكثر من المدربين زين عكس العالم، لانه المدرب هو اللي يعلم هو اللي يربي هو اللي يطور، وكل العالم يهتم بالانديه إذن اكثر من المنتخبات، إذن واحنا بالعكس المشاكل. بس المدرب كله بالعكس، احنا كل العالم ياخذ اقل من اللاعب، كل العالم مورين هجد ياخذ 50 مليون مدرب، لا اكثر من لا غوارديولا. انا خلص وقتي بس اسالك قصدي انا معرب وين عن نادي الشباب بصراحه؟ والله شوف مشكله نادي الشباب يعني والله ما اعرف يعني ما خليت واحد، ما احنا سوينا انتخابات جاها مشرف يعني جاها مشرف من الوزاره ومشرف من الاولمبيه، هسه انا بس اريد يعني اريد من اللجنه الاولمبيه من الاخ رائد حمودي كتاب يثبت انه احنا سوينا انتخابات على القانون اللي الموضوع يم الوزاره، يقول لي الموضوع باللجنه مال يعني قلت له انا البارحه حكيت ويا كابتن رائد اخويا، قلت له يعني الهيئه الاداريه اللي فازت قادره الان على تدير امور النادي لو لا؟ وما يخلونا نقعد بالنادي ليش؟ مو قلت لك صايره ادارتين، الاداره ذيك الاداره اللي فازت منو؟ احنا فزنا، اي ليش ما عندكم سلطه على النادي؟ مو الوزاره متى تاخذ ذيك الاداره منو؟ الاداره ذيك ما اعرفهم،
يعني مو رياضيين؟ ما اعرفهم يعني ما لهم شغله بالنادي الشباب ولا 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 واحد لاعب له خمس دقائق بنادي الشباب ولا يندل نادي الشباب ولا يندله ولا يندل. شكرا جزيلا لك كابتن غانم عريبي وشكرا الاستاذ سامي واعتذر لعدم قراءه الرسائل بسبب ضيق الوقت. نلتقي يوم الخميس. السلام عليكم ورحمه الله.